بورصة الأسماء دائما ثمة نازلون كثر في الحقيقة وصاعدون جدد لم يكونوا في مستوى مقدمة التداول في الشارع التونسي أو في حتى سبور الآراء اللي تابعنا. ثم وقع المفاجأة موجودة لا يمكن إنكار هذا. نعم، هو وقت اللي نتحدث على بورصة بطبيعة الحال نتحدث على صعود ولكن ونزول أيضا، ولكن نعم. هذا النزول كان مدويا اليوم، يعني اللي صار هو سقوط كامل للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. باش نبينوا هذا كيفاش السقوط هذا، اولا كان في زوج مستويات. المستوى الاولاني هو المقاطعه نتاع بعض الجهات اللي نسب التصويت فيها كانت ضعيفه وهزيله جدا. نعم. اثنين، في اتجاهات التصويت، يعني اذا شعب من يعني يسقط رئيس الحكومة ويسقط وزير الدفاع ويسقط نائب رئيس البرلمان ويسقط كل الأحزاب السياسية التي حكمت من 2011 إلى 2019 وحتى التي لم تحكم، نعم، ورئيس حكومة أسبق شارك في السباق، ورئيس نعم. مجلس نواب ونائب رئيس مجلس نواب طبعا. وهذا من جهة. من جهة ثانية، وقت اللي تحدثوا على سقوط هذه المنظومة، أنا واحد من المواطنين كنت منذ قليل يتحدث على الماكينة، يتحدث اللي ما وراه مش ماكينة، وكأن الناس الماكينة نعم. الحزبية سقطت وكذا، يعني الناس ولات تصوت اللي ما عندهم مش ماكينة، وهذا تصويت عقابي. يعني اللي نستشفه منه هو التالي، كنقولوا عقاب للنظام الاقتصادي، بمعنى أنه الناس اللي شافت الدينار وهو ينهار، شافت اقتصاد البلاد وهو أصبح مرتهنا إلى الخارج بصورة كاملة، شافت أيضا المديونية، شافت كذلك التضخم اللي يوصل إلى مستويات قياسية، انهيار الدينار. على المستوى الاجتماعي لم يتحقق شيئا من الثورة، يعني لليوم ثم أزمات كثيرة، وضع التعليم، وضع الصحة، وفاة الرضع، الفيضانات كما قالت شيماء منذ قليل، ومختلف الأمراض الاجتماعية والإشكاليات الاجتماعية اللي شفناها في المدة الأخيرة. رغم كل هذا يوسف المرور كان بثقة متناهية للانتخابات من هذه الأسماء التي ذكرنا. نعم، نزيدك نقطة ثالثة وهذا المهم برشا. الناس صوتت لزوج أشخاص في الحقيقة اللي مجهولين إلى حد ما في برامجهم. أنا أكد لك أن الناس ما يعرفوش برامجهم. أولا نبيل القروي ليس له برنامج إطلاق، هذا رجل قال أنه استغل العمل الخيري وأصبح مرشحا للرئاسة وفاز بالمرتبة الثانية في الدورة الأولى. هي نتائج أولية أو تخمينات لنقول؟ طبعا لا، نقولوا أنه معنى عملية سبر الآراء في الحقيقة تكاد تكون صحيحة، يعني في تجربة 2014 المارج نتاع الخطأ نتاعها هامش الخطأ بسيط، يعني 3% نعم. لا 2% 2% يعني عندها مصداقية. أيوة وكذلك، يعني أعتقد أنه حتى بالفارق الموجود حاليا في الأصوات بالتأكيد احنا اذا ارقام يعني تقريبا باش تكون هي صحيحه. ولكن اللافت كما قلت لك، وهنا نرجع، نبيل القروي ما عندوش برنامج. قيس سعيد حتى وكان لديه، مش ما نقولش برنامج بين ظفرين، ولكن مجموعه من الشعارات ترفعها او مجموعه من الاراء عبر عليها في تصريحات صحفيه كثيره، ثبات على الخط ونقاء. سي محمد كانوني قال عنده نقاء ثوري حافظ عليه، ربما هذا صار يسمعه الناخبون. شوف، ما نقول لك انا ما ننظر الجانب الاخر. نعم، هو رجل يتكلم بلغه لا يفهمها عامه الناس، يتكلم بلغه عربيه فصيحه مغلقه. لو كان يعاود نفس الجواب في اكثر من سؤال لا ينتبه الناس الى امكانيه تغيير الجواب نتاعو، ما ينتبهوش الناس لانه يتكلم لغه عربيه فصيحه جدا وليست لغه تخاطب وتواصل مع الناس، وبرتابه في النص، وبرتابه. نعم، معناها حتى في الاتصال هناك إشكالية، ولكن الناس قبلت هذا وهذا اللي يحتاج إلى دراسة. اثنين، ما فهمناه من بعض هذه المواقف، أولا الرجل هذا يقول لك أنا كي نطلع على السلطة باش نحي البرلمان. اثنين، من أنا التقيت معه وعملت معه حوارات حتى منذ بداية 2011، نعم، هو يتحدث على طريقة أخرى في الحكم، في الحكم وفي الانتخاب، حتى في عملية الانتخاب هي قريبة ممكن شوية للنموذج الأمريكي اللي لخصها كبار الناخبين، ولكنها قريبة أيضا إلى حتى كان ما كان يطرحه معمر القذافي حول التمثيل المباشر. نعم،
معناها نتاع اللجان الثورية وكأننا إزاء خليط معناها وغير واضح المعالم وليس برنامج، ولكن اللي نقول في النهاية أنه حتى هذا النظام السياسي اللي في أذهان الناس اللي اعتمدناه من 2011 إلى 2019 سقط بانتخاب الناس لرؤية أخرى وتصورها. نعم خلينا